السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة، اليوم إن شاء الله مع حلقة جديدة من قدرات كمي. عندنا أول سؤال بيقول لك: متوازن المستطيلات طوله 8 سنتي وعرضه 2 سنتي وارتفاعه 3 سنتي، احسب حجمه. الحجم زي ما احنا عارفين يا جماعة بيساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع، يعني هضرب 8 ضرب 2 ضرب 3، ده بيساوي 48. طبعا دي أسهل من الأسئلة اللي هي الهدايا في الامتحانات. السؤال التاني: ذهب 5 أشخاص لحفلة، مجموع ما دفعوه 1000 ريال، قارن بين 400 ريال أو ما يدفعه شخصا. هنقسم بقى، لو قلنا 1000 ريال مثلا على 5 أشخاص، كل شخص هيدفع 200، شخص واحد يدفع 200، طب شخصين 400، يبقى احنا حاجة يا جماعة نختار ايه؟ نختار جيم، رقمتين متساويتان، نختار جيم. السؤال التالي: محمد أكبر من أحمد بسنتين، يعني عندنا هنا مثلا نقول هنا محمد أكبر واحد، محمد أكبر من أحمد، أكبر من سعد، كل واحد أكبر من الثاني بسنتين. طيب إذا كان عمر أحمد 10، هنا 10 يا جماعة، يبقى إذا ده كام؟ زيادة عنه سنتين، يبقى 12، ده أقل سنتين يبقى 8 يا جماعة. السؤال بيقول لي: أوجد مجموع أعمار أحمد ومحمد وسعد، نجمع كله بس مع بعض، الحل بيساوي 30. جواد سعره 900 ريال. طيب قول تاني. جوال سعره 900 ريال، اشترى شخص جوال بخصم 10%، قارن بين السعر بعد الخصم أو 800 يا جماعة. طب أجيب السعر ازاي مرة واحدة خطوة واحدة بس يا جماعة؟ أقول له مثلا هنا 900 بخصم 10%، يعني أصبح كام في المية يا جماعة؟ أصبح 90%، يعني أحسب 90% من 900 يا جماعة، يطلع سعر المشاهدة في الحل الصح على 100. طبعا في المية أنا على 100، اختصر 0 مع 0، 9 في 90 واحد وكام؟ 81 يا جماعة، بس حط الصفر كمان، 800 وكام؟ 10، 810، يبقى السعر بعد الخصم أكبر من 800 ريال، اختار ألف. سبعة أعداد فردية متتالية متوسطهم 17، أوجد المتوسط أول 3 أعداد. قلنا كده يا جماعة، لما تلاقي عندك أعداد متتالية دايما بيكون المتوسط هو نفسه الوسيط، المتوسط هو نفسه الوسيط، خلاص؟ يعني يا جماعة في النص ده 17، هي أعداد كلها فردية، اللي قبله كام؟ قبله 15، واللي قبلها 13، واللي قبله 11، ما يهمنيش اللي بعد كده. طيب المتوسط يا جماعة هنا كام في أول 3 أعداد؟ هو نفسه اللي في النص الوسيط، هو نفسه الوسيط، هي 13، واضح كده؟ إذا كانت س زائد 4 بتساوي 10، أوجد كمان س. طبعا أسئلة تافهة يا جماعة وسهلة جدا، هتقول له س بتساوي كام هنا؟ 6، 6 زائد 4 بتساوي 10، سؤال بسيط جدا يا جماعة. محل ورود يبيع بوكيه ورد يحتوي 9 وردات، أو بوكيه يحتوي 12 وردة، أو بوكيه يحتوي 24 وردة يا جماعة. إذا أردت شخص شراء 90 وردة، ما أقل عدد من البوكيهات؟ ناخد طبعا بالكبير الأول، كده 24 يا جماعة. كام 24؟ لو قلت 4 في 24 هيعدي عند 90، تمام كده؟ قول له هنا مثلا ايه 3 من 24 يا جماعة. بدأت هنا كام وردة؟ وردة في 4 ب 12، وردة في 2 ب 6 و 1 7. طيب بقى لنا كام من 90؟ بقى لنا كده يا شباب 18 وردة، أقدر أقسمهم، آخد واحد من أبو 12 وآخد واحد من أبو 6. كده يا جماعة أقفل المجموع كله يساوي 90 وردة. كده عندي كام بوكيه؟ عندي 3 زائد 1 زائد 1 بتساوي 5، اختار 5. القمة الأولى سرعة 1 كيلومتر في الساعة، والثانية سرعة 1 متر على الدقيقة يا جماعة. طبعا الأولى هي أكبر، طب ليه الكلام ده يا جماعة أكبر؟ حول ببساطة بس الكيلومتر لساعة، ازاي؟ الكيلومتر بيساوي كام؟ كام متر؟ بيساوي 1000 متر. طيب 1000 متر يا جماعة والساعة فيها كام دقيقة؟ فيها 60، اختصر 0 مع 0، 100 يا جماعة على 6 أكيد أكبر من كام؟ من 1 على 1، طبعا هنا ده 1 على 1 صح؟ وده 100 على 6، يبقى ده أكبر من غير ما اختصر ولا عمل شيء خالص، يعني تطلع الحالة طبعا 16 و6 من 10، ولكن بدون ما أعمل كل ده، الكسر الأولاني أكبر من الكسر التاني، إن البسط أكبر من البسط.
الأعداد 1 3 5 7 9 1 3 5 7 وهكذا يا جماعة. برضه هو بيقول لي مقامة الحد رقم 28. طبعا ده نعمل يا شباب، شوف عندي تكرار عندي كام النمط، 1 3 و5 و7 و9 ثم 1 تاني. يا جماعة كرروا كام رقم دول، 1 2 3 4 5، هقسم 28 على 5. لا يهمنيش الباقي يا جماعة، يهمنيش الحل، يهمني الباقي. طبعا هي بتساوي 5، طب والباقي كام؟ الباقي 3، لأن 5 × 5 = 25. عد كده يا جماعة معايا، 1 2 3 هو ده الحل الصح، يبقى الحل بيساوي 5. يبقى أنا بركز على مين؟ على الباقي. سؤال يا جماعة الوردة، سؤال جميل جدا وسؤال قديم على فكرة، مش جديد ولا حاجة. بيقول لي هنا إذا كان تضلع المربع 10 سنتي، احسب مساحة الجزء المظلل. الوردة يا جماعة دي مظللة، ازاي احسب مساحتها؟ بكل بساطة يا جماعة، أنا هاجي أقسم بس الجزء ده كده، أقسم ده كده شباب، أهو أوصل كمان ده. حصلت كده على إيه يا جماعة؟ حصلت كده على حاجتين. أول حاجة ربع دايرة، الجزء ده كده شايف ده كله ده كده ربع دائرة يا جماعة. الجزء ده صلي لكم الجزء ده بالكامل ربع دائرة يا جماعة. طيب وعندي كمان مثلث، هو ده يا جماعة مثلث اهو صح؟ مثلث ده لو انا جبت مساحة ربع الدائرة ومساحة المثلث طلعتهم من بعض، هيفضل في الآخر هدخل ايه على الجزء ده كده يا جماعة. الجزء ده بس لو لون تاني، الجزء ده كده شكل، يبقى مساحة ربع الدائرة يا شباب طرح مساحة المثلث هيديني كام؟ هيديني الجزء المظلل ده يا جماعة. واضح كده؟ طب الجزء ده موجود كام مرة هنا؟ طبعا هنا تقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مرات. 8 مرات يا جماعة. مساحة ربع دايرة بيساوي كام؟ الدايرة كلها ط ناقص تربيع، الدايرة بتساوي مساحتها ط ناقص تربيع. طب ربع الدايرة اضرب بس في ربع في الأول، يبقى ربع ناقص عندي بكام؟ قال لي طلع كله ب10، كل ده يا جماعة ب10 خلاص كده. يبقى النص قطر بس ده بخمسة، ده خمسة ودي كمان خمسة يا جماعة، نص 5 تربيع ب25 يا جماعة. هنا 25 يعني بتساوي 25 على 4. واضح كده؟ مساحة مين؟ ربع دايرة. طب بالنسبة للمثلث، نص القاعدة في الارتفاع، نص في 5 في 5 يعني نص 25 يا جماعة. هو هنا في غلطة بسيطة بس، كلمة ط مكتبتهاش عملية، لا أكتب كلمة إيه ط. طيب بدل المساحة اللي بتساوي إيه؟ بتساوي مساحة ربع الدايرة اللي هي 25 على 4 طرح مساحة المثلث اللي هي 25 على 2. فالجزء ده يا جماعة قلنا بكرر كم مرة؟ هقول كم مرة ده؟ عندي 8 مرات. اضرب بره كده خالص في 8، ضرب 8، 8 تروح مع الـ4 ادينا 2 يا جماعة، بس في 25 ب50، يبقى 50 طرح 8 برضه مع 2 في 4 يا جماعة، 4 ضرب 25 ب100، اخد مشترك 50، يبقى لك هنا طرح كام؟ طرح 2. اختار دي السؤال التالي. شكل المجاور إذا كان تضلع المربع الكبير يساوي طول ضلع يساوي طول قطر الدايرة يساوي 10. طيب قارن بين الكاميرا الأولى مساحة المربع الصغير، الثانية نص مساحة المربع يا جماعة الكبير، أجيب ده وأجيب دي. بالنسبة يا جماعة لمساحة المربع الصغير بتساوي إيه؟ نص القطر مديك القطر بس، ونص قطر تربيع، نصف القطر تربيع، ونص قطر تربيع ب100 يديني 50. طب بالنسبة يا جماعة لمساحة المثلث، مساحة المربع الكبير الضلع يساوي 10، 10 × 10 ب100 نصها 50 برضه، إذا دي تساوي ده يا شباب، أختار ج متساوية ده. السؤال اللي بعده، خلط رجل نوعين من العسل ليحصل على 30 كيلو جرام، تكلفة الكيلو جرام الواحد 18 ريال. إذا كان تكلفة الكيلو جرام من النوع الأول 14 ريال، تكلفة الكيلوغرام من النوع الثاني 20 ريال، كم كيلو جرام يلزمه من النوع الثاني يحصل على الكمية المطلوبة؟ هنعمل ايه يا شباب؟ بكل بساطة جدا يا جماعة، سهلة جدا السؤال. أنا عندي 30 كيلو، السعر الكيلو الواحد ب18، فحصلت عليهم ازاي؟ بإن أخلط 14، ده أعتبر مثلا ده أول يا جماعة
وزنه س، وزنه س مثلا ضرب كام 14، يبقى س ضرب 14 زائد النوع التاني يا جماعة قد ايه؟ هما كلهم 30 كيلو، ده س، اطرح 30 ناقص س يا جماعة، هو الباقي من 30، لو كده 30 طرح س، سعر الكيلو كام؟ سعر الكيلو عندك 20 ريال. حل بس المعادلة يا جماعة بكل بساطة، طبعا أنا أقدر دلوقتي أقسم مثلا كل المسألة على كام؟ على الاتنين مثلا، على الاتنين بعد 9، بعد 7، بعد 10، نبسط 30 يا جماعة، تلاتة في 9 27، وحط لنا صفر، 7 ب7 س زائد 30 ب10 300، 10 ضرب س ب10 س، أجمع س مع بعض يا شباب، طبعا 7 س 10 س بالسالة 3 س، أو ده الطرف التاني، يبقى موجب 3 س. أودي 270 هنا يا جماعة مع 300، 300 ناقص 270 يديني كام؟ 30، هقسم يا جماعة على 3 على 3، س هتساوي كام؟ 10. طب إيه هي س دي يا شباب؟ دي وزن النوع الأول، وأضرب منه إيه؟ النوع التاني، وزن كام جرام يا جماعة؟ النوع التاني، الكل 30، يبقى 30 ناقص 30 طرح كام؟ 10، 220 كيلو جرام. السؤال التالي، قارن بين القيمة الأولى 12,000 تحت الجذر، والقيمة التانية يا جماعة 8 تربيع. طب نعمل إيه يا شباب؟ نحاول نقرب المسافة دي، دي عبارة عن الجذر التربيعي، هعتبرها 100، 100 ضرب كام؟ 120، واضح كده؟ طب جذر 100 كام يا جماعة؟ 10، جذر 120، الحمد لله بحضر 121، اعتبرها 11 بالتقريب، 10 في 100 في 11 بكام؟ ب 110 يا جماعة. طب التانية عبارة عن كام؟ 8 تربيع، يعني 64، أيهما أكبر؟ طبعا ده أكبر، يبقى اختار ألف، كمان أولى أكبر. يمشي عمر ساعتين يوميا في الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، يعني يمشي كم يوم؟ يمشي 6 أيام، يوم الأسبوع كله 7 أيام، شيل الجمعة بس. طيب ويمشي خالد ساعة واحدة يوميا طول الأسبوع، قارن بين المدة التي يسيرها عمر والمدة التي يسيرها إيه؟ خالد في الأسبوع الواحد. طب عمر مش كام يا جماعة؟ ساعتين لمدة 6 أيام، يعني بيساوي 12 يوم، 12 إيه؟ 12 ساعة في الأسبوع. طب وخالد بيمشي، يمشي ساعة واحدة لمدة 7 أيام يا جماعة، بتساوي 7، تبقى الأولى أكبر، أختار ألف، الأول أكبر يا جماعة. حادثة بين قطار وسيارة، القطار بين 10 ركاب أصيب 6، والسيارة بين 5 ركاب أصيب 3 يا جماعة، كم عدد المصابين؟ أجمع بس المصابين، 3 زائد 6 بيساوي 9. ده برضه أسئلة إيه؟ حادثة في الامتحان يا جماعة. سؤال هديه، سارت سيارة بسرعة 120 كيلومتر في الساعة لمدة 3 ساعات، ما المسافة يا جماعة التي قطعتها؟ المسافة بتساوي السرعة في الزمن، يعني هتساوي 120 ضرب 3، 300 وكام؟ 60 كيلومتر. وصل شخص للاختبار الساعة 7:30 صباحا واختبر لمدة 1:45، متى انتهى الاختبار يا شباب؟ طب 7:30 زائد كمان ساعة بقت 8:30 يا جماعة، 8:30، تمام كده؟ طيب و45 دقيقة زود منها نص ساعة، هنا بقت 9، بقى ربع ساعة، 9 وربع، بقى الحل عليها ب9 وإيه وربع. أوجه الطول ب دال، بدل يا جماعة هستعمل هنا العم فيثاغورس، طبعا المثلث اللي هو ألف دال جيم الكبير يا جماعة، ده الكبير، الوتر ب20، الضعف بكام؟ ب5 زائد 11، يعني يساوي 16، واضح كده؟ أربع ده وأربع ده وأطرح أجيب الضلع اللي هو مين؟ دال كيلو، أجيب دال كيلو، ربع ال20 ب400، ربع ال16 ب256 يا جماعة، أطرحهم من بعض يديني 144، تمام كده؟ يبقى ده يا جماعة أجيب جذر ده بكام؟ ده ب12، كده عندي مثلث أول برضه قايم الزاوية، الضلع ده ب5 وده ب12، يبقى ده بكام؟ طبعا انت حافظها من فيثاغورس، 5 12 13، الحل عندك هنا بكام؟ ب13، بالحفظ يا جماعة أو إنك تحسبها، بس الأفضل احسب، احفظ ثلاثيات فيثاغورس يا جماعة، احفظ اللي هي مثلا هنا 5 و12 و13، أو 3
وأربعة وخمسة وهكذا يا جماعة، ستة تمانية عشرة وهكذا. حاول تحفظ الحاجات دي تحلها بسهولة في الامتحان. قارن بين كمان أولى محيط المثلث عدديا ثم مساحة المثلث عددي. طب المحيط يا جماعة هو المحيط مجموع أطوال أضلاعه. طلع ده بخمسة وده بخمسة يا جماعة زي ما بالظبط. إذا ده بكام؟ طالما ده قايمة يبقى خمسة 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 جذر اتنين. يبقى المحيط بيساوي إيه؟ اجمع كله، خمسة وخمسة عشرة زائد خمسة جذر اتنين يا جماعة. طب المساحة؟ المساحة بتساوي نص الضلع الأول، القاعدة في الإيه؟ في الارتفاع. نص في خمسة في خمسة في 25 يا جماعة، هيديني 12 ونص. طب مين أكبر يا جماعة؟ 12 ونص ولا خمسة جذر اتنين؟ خمسة جذر اتنين خلي بالك دي بحوالي ستة وكسر، لأن جذر اتنين بواحد وأربعة من عشرة ضرب خمسة، ولا هيديني ستة زائد عشرة كام يا جماعة؟ 16. كل الأحوال هي أكبر، هي أكبر من كام؟ من دي. لو حسبتها بس من غير الجذر خالص، خمسة زائد دي ب 15 وأربعة من دي. يبقى إيه يا جماعة؟ المحيط أكبر من المساحة. إذا كان سعر جالون النفط السعودي 15% دولار، ومتوسط سعر جالون النفط العالمي 1.10 دولار، أوجد النسبة بين سعر جالون النفط السعودي إلى متوسط سعر جالون النفط الإيه العالمي. طبعا ذكر الأول يا جماعة السعودي بقى هو 15% إلى، هي نفسها أكتبها على برضه كسر وسط مقام عادي، واحد واحد وعشرة من يا جماعة. اضرب كل كل ده في عشرة، اضرب كله في مية، معلش مية أخلص من فصل الحركة مع حركتين اطلع بره، يبقى ده 15. أما اضرب هنا في عشرة بقى دي كام؟ اضرب دي في مية، معلش أنا آسف مش عارف اللي معلم معايا العشرة، هتبقى عندك كده مية وإيه؟ 110. اختصر اقسم على الخمسة وعلى الخمسة، دي فيها تلاتة ودي فيها 22، اختار جيم. أي الأعداد الآتية غير أول يا جماعة؟ عدد غير أول يعني عدد مؤلف. يعني عدد مؤلف؟ يعني له عوامل. طب الخمسة مثلا إيه عواملها؟ عواملها الواحد والخمس. طب التلاتة الواحد وتلاتة، الاتنين الواحد والاتنين. طب التمانية عواملها يا جماعة؟ عواملها الواحد والتمانية والاتنين والأربعة. إذا ده عدد إيه؟ غير أولي، اللي له أكتر من عاملين يا جماعة، أكتر من نفسه الواحد. ثلاث أعداد متتالية موجبة، حاصل ضربهم يساوي حاصل جمعهم من العدد الأكبر يا جماعة. لو جيت فكرت في السؤال ده هتلاقي مفيش غير الواحد اتنين تلاتة فقط، ضربهم بست وجمعهم برضه يا جماعة ست، صح؟ العدد الأكبر هو كام؟ هو تلاتة. اتنين وستين ونص في المية من 160 يساوي كام يا جماعة؟ حسبة عادية جدا، نحسبها ازاي؟ طبعا دي عبارة عن 62 يا جماعة، ده مضرب 62.5 في المية يعني على 100، على 100 ضرب 160. خلي بالك الصفر ده يروح مع العلامة، مضرب في 10 على راح، أكنها 625 يا جماعة دي في 16. احنا بشكل غريب شوية بس جميلة. طبعا كلكم عارفين ال 25 في 25 بكام؟ 625، عرفت اخليها كده 25 25 و16 بره، اعرف اخليها 4 في 4. طب ليه بالذات يا جماعه 4 في 4؟ ممكن 2 في 8، عشان اقول لك ان 4 في 25 ب 100، فالمقام عندك ب 100 يا جماعه. هو اختصر 100 مع مين؟ 25 في 4، مين باقي لك؟ 4 في 25 ب 100، الحل عندك يساوي 100. اذا كان سعر 4 اقلام 10 ريال، كم قلم يمكن شراؤه بسعر مبلغ 65 ريال؟ اقول يا جماعه ايه؟ الاربع اقلام ب 10 ريال، طيب كم قلم يمكن شراؤه بسعر 65؟ طبعا ده ضرب يا جماعة تبادلي، ايه لما يزيد عدد الأقلام يزيد السعر. اقول له س بتساوي 4 ضرب 65 مقسوم على كام؟ على 10. ضرب يا جماعة تبادلي المقص، صح كده؟ يبقى 4 في 5 ب 20 صفر معنا الاتنين، والأربعة في ستة ب 24 يا جماعة، واتنين 26 اقسم على كام؟ على 10. صفر مع صفر يدينا الباقي 26. ما العمل الذي فيه أكبر فرق بين احتراق الداخل والخارج؟ ركزوا كده يا جماعة في السؤال، تلاحظ فيه أصفار كتيرة، خلي بالك ما
ولكن كل الأصفار دي عبارة زي بعضها، خمسات كلها خمسات، حتى هنا العشرة قدامها خمس أصفار وهكذا يا جماعة. شوف الفرق بينهم، بس اعتبر الفرق بين 12 و6، ادينا 6، 11 ناقص 7 ادينا 4، 10 ناقص 6 يا جماعة و4، 10 ناقص 7 3، 13 ناقص 9 4 يا جماعة. أكبر فرق عندك اللي هو الأولاني يا جماعة، لو عمره قد ما كان 1430 اللي هو 6، واضح؟ سلك شك على شكل مربع، طول ضلعه 9، هذا مربع يا جماعة ضلعه 9. طب المهم، إذا أعيد نشأة تشكيله على شكل مثلث وطبق الأضلاع، ما محيط المثلث؟ طبعا يا جماعة محيط المثلث هو نفس محيط مين؟ هو نفس محيط المربع، صح كده؟ هي 9 9 9، يعني المحيط يا جماعة بيساوي عندك 4 في 9 ب 36، هي نفسها بالظبط. لو عملت مثلث ضلعه كام؟ 12 12 12، واضح؟ المحيط عندك يساوي كام؟ 36، زي ما هو متغيرش. بس السؤال كان يبقى أظرف من كده، وكان قال لك هتطول ضلع المثلث، كان يبقى فكرة بسيطة. خمسين شركة دولية تشارك في معرض، منها 20 شركة أمريكية، ما نسبة الشركات الأمريكية يا جماعة؟ هعمل إيه؟ الجزء على الكل، الجزء اللي هو عندك 20، الكل اللي هو كام؟ اللي هو 50. طب عايز النسبة المئوية يا جماعة في المية، أعمل إيه؟ اضرب في 2 فوق وتحت، ببساطة جدا يعني، اضرب في 2 فوق وتحت، يدينا 40 على 100، يعني 40%، 40%. ستة عملية حسابية 35 يا جماعة، طبعا عديت هنا، هنا ضرب، اختار الضرب، ده برضه من الأسئلة الهدايا. إذا زادت نسبة، إذا زادت س بنسبة 20% ونقصت ص بنسبة 20% وأصبحت س وص متساويتان، أوجد نسبة س إلى ص. جميل جدا يا جماعة، أقول هنا إيه؟ لما س زادت يا جماعة بنسبة 20% أصبحت كام؟ أصبحت 120%، في المية يعني على 100 من س، تساوي نقص ص بنسبة 28%، يعني أصبحت 80% يعني على 100 برضه من ص. اختصر كده مع بعضه، المية مع المية يا شباب، وصفر مع صفر. أنا عايز دلوقتي، عايز س إلى ص، إيه مترجعش فاضي يا جماعة، بتساوي 8 إلى 12. خلي بالك أهو، س إلى ص 8 إلى 12، هي 8 على 12 أو إلى 12 يا جماعة. اقسم على 4 وعلى 4 هيديني 2 إلى كام؟ لا 3. حرف الام يا شباب، الزاوية بحرف الام اتفقنا، دي زائد دي تساوي 30 زائد 50 بتساوي كام؟ 80، دي 80 يا جماعة. طب ده الحل السريع المباشر. طب افرض انا عايز حل تفصيلي افهم، اعمل ايه؟ هوصل بمسألة يا جماعة، هو خط مستقيم، انا خط هنا مرسوم زي الزفت، معلش هغيره، خط يوازي اللي عندهم يا جماعة، يوازيهم، فاهم كده؟ الزاوية دي بتساوي بالتبادل الداخلي، دي كان ب30، والزاوية دي يا جماعة بتساوي دي بالتبادل الداخلي، يبقى دي 50، اجمع 50 و30 دي كام؟ يساوي 80. ده بالتفصيل يعني. أوجد مساحة المظلة يا شباب، ده عبارة عن أي شكل ده؟ ده عبارة عن شبه منحرف، 10 قاعدة 10 قاعدة 4، والارتفاع بينهم 5. طب مساحة الشبه المنحرف بتساوي كام؟ بتساوي نص مجموع القاعدتين، هي 10 زائد 4 ب 14، ضرب الارتفاع اللي هو 5، نص 14 ب 7، 7 في 5 ب 5 و30. 4 عملية حسابية 16 يساوي 20 يا جماعة، طبعا عملية الايه هنا زائد، اختار الجامعة 4 زائد 16 تساوي 20، برضه أسئلة هدايا يا شباب. أوجد محيط المثلث، طبعا ده من أولى ثانوي، اللي هو الايه مثلا يتركب عن فين؟ خارج الدايرة يا شباب، دي 10 كان بتساوي 10، دي كمان تساوي 14، 17 دي كمان 17 يا جماعة، وجمع كله بقى، جمع كله، أو بمعنى أصح أحسن من كده شوية، أقول له 10 زائد 14 زائد 17 واضرب كله في 2 عادي، جمعت ده مرتين وده مرتين مرتين، صح كده؟ 4 و7 قلنا دي 11، 1 و1 2 و1 3 يا جماعة زائد 10 ادينا 1 وكام؟ و40 ضرب 2 ب 82، المحيط كله يساوي 82.
ترتيب العمليات يا شباب، ترتيب العمليات 5 زائد 8 زائد ضرب 6 زائد 5. طبعا الضرب والجمع، الضرب قبل مين؟ الجمع طبعا. اضرب الاول يا جماعه دي ب 48، يبقى 5 زائد 48 زائد 5، 48 زائد 10 بيديني 58. عود الحد التالي يا شباب، طبعا ده ماشية بالنمط، 10 هنا زائد 3 هنا يا جماعة زائد كام؟ 24 زائد 10. طب هنا زائد 3 هنا زائد 10، يعني معنى كده بس بزود مرة 3 وبزود مرة كام؟ 10. هنا 10 يا جماعة 3 برضه صح، هنا زود 10 يدينا 9 وكام؟ و40. قارن بين صفر على سين، طبعا دي بتساوي صفر. طب سين على صفر يا جماعه؟ لا، على صفر دي حاجه غير معروفه خالص، رقم غير معروف يا جماعه. بختار هنا دال وانا مطمن. ايه هي دال؟ البيانات غير كافيه، بيانات غير كافيه، القسم على صفر غير معرف. اذا كان الوسيط للقيم 2 و7 و11 وسط هو 6، فما هو قيمه الصفر يا جماعه؟ ايه هو يا جماعه كلمه وسط؟ يعني وسيط الكون اللي في النص بالظبط بين اعداد يا جماعه الوسيط. طبعا عندك ده كام رقم؟ 1 2 3 4 عدد زوجي. وبالنسبه لي يا جماعه الوسيط بعد الترتيب باخد الاثنين في النص واقسمهم على 2، تمام كده؟ طيب هفترض يا جماعه مثلا الاول اهو ان الوسيط هو الرقم ده صاد ب 3، صاد بكام؟ ب 3. لازم الاول ارتب 2 ثم 3 ثم 7 ثم 11. اذا جاب الوسيط طيب ده مع ده مع بعض يا جماعه، اجمعهم اسمه على 2 يدينا كام؟ نزل 7 ب 10 على 2 فيها 5. الحل غلط، ما ينفعش يا جماعه 3 دي. فلو خدنا 4، لو قلنا يا جماعه مكان دي 4، يلا 4 زائد 7 ب 11 على 2 5 ونص، ما ينفعش برضه. فلو 5 يا جماعه، اذا 5، 5 زائد 7 ب 12 على 2 يدينا كام؟ 6. يبقى كده يا جماعه الوسط هو نفسه كام؟ 6 صح. اختار 5، 5 هي الاجابه الصحيحه. السؤال بيقول لي أوجد قيمة أ زائد ب زائد ج زائد ت يا جماعة. لاحظ هنا المثلث مثلا ده، هنا أ زائد ب وهنا ج زائد د، تمام يا جماعة؟ هنقولها إزاي؟ عندي المثلث ده 30 وده 40، اجمع زاوية التالتة يا جماعة، التالتة تساوي كام؟ ده هنزل 40 ب 70 من 180 يدينا 110، دي 110 يا جماعة. الزاوية دي يا جماعة تعتبر خارجة من مثلث الزاوية، خارجة معنى كده إيه؟ إن أ زائد باء ب 110. طب برضه خارجه بالنسبه للمثلث ده، يبقى عندنا ج زائد د برضه ب 110 يا جماعه. مجموعهم كلهم الاربعه يدينا 200 وكام؟ و20. حل 220. ما العدد الذي اذا طرح منه 9 ثم قسم على 3 على 4 ناتج كان 10؟ ممكن احل بالتجريب، ممكن احل بطريقه الحل العكسي. يعني اقول له يا جماعه العكس ازاي؟ 10 هنا قسم على 4 يا جماعه، يبقى اضرب في كام؟ اضرب في 4، يبقى 10 ضرب 4 ب 40. قال لي بعد كده تروح منه 9، يبقى اجمع عليه 9 جماعة. يبقى اقول 40 زائد 9 49، الحل يعني 49. لو حبيت برضه تحل بالتجريب، حل 39 مثلا، اطرح منها 9 بقى 30، طب اقسمها على 4 مش هيديك ال 10 ابدا، 49 طرح 9 ب 40، 40 قسمة 4 ب 10، إجابة صح. إذا كان متوسط 9 أعداد 20، متوسط 6 منهم 25، قرر بين يا جماعة متوسط أعداد بقية أو 5، يعني بمعنى أصح أنا متوسط أعداد بقية. طيب يا جماعة يعني متوسط بيساوي المجموع على العدد، العدد عندك هنا 9، قال لك بتساوي كام؟ 100، بتساوي 20، واضح كده؟ يعني المجموع كله بيساوي كام يا جماعه؟ ضرب التبادل المجموع بيساوي 9 في 20 ب 180. طب متوسط 6 منهم، يعني برضه مجموعها على 6 بتساوي 25، المجموع هيساوي كام؟ يساوي 150. اطرح كام بره يا جماعه؟ هيدينا كام؟ 30، يساوي عدد 30. يعني عندي 30 عدد يا جماعه، 30 رقم. طب كم متوسط يا شباب؟ اقسم 30 ده اهي، 30 على كم عدد باقي لك؟ باقي 3، لأن كلهم 9،
قدمهم 6 هيدينا 10 يا جماعة. 10 طبعا، 10 جمع من 5 اختار 1000. إذا كان محيط المثلث 24 سنتي، أوجد مساحة الشكل. عندي يا جماعة هنا حاجتين، المساحة هقسمها جزئين يا شباب. الجزء الأول مثلث زي كده، محيط 24 مقسم على 3 يبقى 1 بكام؟ الواحد ب8، ده كام ب8 يا جماعة؟ لو خدت هنا كده مثلا وصلت ليه كده يا شباب، أهو عمود بنصف دي ب4 صح؟ عشان أجيب مساحته نص على الارتفاع أجيب ده إزاي؟ الارتفاع ده من فيثاغورس يا جماعة، المثلث ده مثلث قائم الزاوية من فيثاغورس، يبقى الجذر التربيعي ربع الثمانية ب64 ربع الأربعة ب16، اطرحهم من بعض يا جماعة، الجذر التربيعي 8 وكام؟ و40 اللي هي نفسها جذر 3 في 16 يا شباب، يعني بنساوي 4 جذر كام؟ نطلع بره الجذر دي ب4، 4 جذر 3 اللي هو 4 جذر 3، واضح؟ طيب عايز اجيب يا جماعه مساحه مين؟ مساحه الجزء اللي فوق اللي هو نص دايره، مساحه نصف دايره هجيبها ازاي يا جماعه؟ نص دايره ديت بتساوي نص القطر، نص قطر تربيع، نقط تربيع يا جماعه، نقط كام؟ ب4 تربيع ب16 في طه طبعا، في طه دي على دي يا جماعه فيها الثمانية يبقى 8 طه، 8 طه المساحه كلها بتساوي ايه؟ الجزء اللي فوق هو ده 8 طه زائد جزء يا جماعة تحت، تقول له يجيب مساحة المثلث ازاي؟ نصف القاعدة في الارتفاع، يبقى نص القاعدة كلها 8 ارتفاع اللي هو 4 جذر 3، يبقى عندي هنا يا جماعة 8 طه زائد نص الـ8 بـ4 في 4 يا جماعة بـ16 جذر كام؟ جذر 3 طبعا، هاخد بره وشاكل 8 مشترك، يبقى عندك 8 بقالك من دي طه زائد 2 كذا 3. قارن بين خمس على سدس والتانية سدس على خمس يا جماعة، أقدر أحلها بالنظر في لحظة. تعمل إيه يا شباب؟ نعمل إيه؟ لاحظ عندك كده خمس أكبر ولا سدس أكبر؟ طبعا الخمس أكبر من السدس يا جماعة، يبقى اللي فوق كبير صح؟ أنا صغير. طب العكس هنا يا جماعة، السدس أقل من الخمس صح كده؟ إيه معناها كده إيه؟ لما يكون البسط هو الأكبر يبقى الأكبر يا جماعة، ألف هو الأكبر، ألف هو الأكبر. أو نحل بشكل مختلف تاني، مقام المقام بسط، خمس على سدس معناها خمس ضرب ستة على كام؟ على واحد، يعني ستة في الآخر على خمسة يا جماعة، لكن هنا عبارة عن كام؟ ده عبارة عن خمسة على ستة، المقلب ده مقام المقام بسط، اطلع فوق وانزل تحت. طبعا ستة على خمسة أكبر من كام؟ خمسة على ستة. إذا كان صلب بتساوي تلت س، أوجد قارن بين س و120. أجيب س بكام يعني؟ هات س، تمام كده؟ طب س زائد صلب بتساوي كام يا جماعة؟ س زائد صلب عندك بتساوي 180. شيل صلب وحط مكانها تلت س يا جماعة، يبقى س زائد تلت س يا جماعة ب180. طب اجمع س وتلت س يعني 4 على 3 س، 4 على 3 س، اجمع واحد مقام مجمع، طب هنا واحد أخليه إيه؟ 3 على 3 يا جماعة، زي 1 في 4 دي بتساوي 180. اخلص من الكسر يا شباب، سين هتساوي كام؟ 180 ضرب مقلوب ده 3 على 4، اقسم يا جماعة دي على دي، فيها 45 في 3 ب135، يبقى كده سين أكبر من إيه؟ من 120 يا جماعة، اختار ألف. إذا كان س و ص و ع لا تساوي صفر، قارن بين الشباب قبل كسرين. طيب نشوف نعمل، عندك كسر يا جماعة هون اختصر، س مع س و ص مع ص و ع مع ع هتساوي 1، الطرف الثاني س تربيع مع س تربيع، ص تربيع مع ص تربيع، ع تربيع مع ع تربيع يا جماعة، يديني برضه كام؟ 1، اختار ج، يبقى اللي طرفين زي بعض. السؤال اللي بعده بيقول لي مساحة المربع الأول بتساوي 4. الأول يا جماعة أهو بتساوي 4، دي 4. طب والتاني التالت بتساوي 5. أول مساحة المساحة التانية يا جماعة أهو من فيثاغورس، بيقول يا جماعة فيثاغورس
يقول لك مساحة مربع منوتش على الوتر مثلث قائم الزاوية تساوي مجموع مساحتي يا جماعة دول، الدراعين مربعين منوتشين على ايه؟ الدراعين القائمة. طب ده أربعة، إذا دي كام؟ لازم يكون واحد، وهذا ده أربعة بتساوي خمسة، اختار واحد. أعطت هند لأختها خمس ما معها وتبرعت بكام؟ 30% أصبح معها 10 ريال. أحاول أخلي كله يا جماعة نسبة، خمس يعني كام؟ خمس ده يعني واحد على خمسة. طب كام في المية؟ لما أضرب مثلا في 20 في 20 هتساوي 20 على 100 يا جماعة، 20%. طب أعطت خمس 20% تبرعت 30% يا جماعة، يبقى كل دفعته كام؟ 50%. اللي باقي معاها كام؟ 50% برضه، اللي هو 10 ريال، اللي هو 10 ريال. كم عدد أختها؟ عدد كام؟ 30%، كل المبلغ اللي عندي كله 20 ريال، 20 ريال. طب عدد أختها كام يا شباب؟ 30%، يبقى 30 في 20 على 100 هيديني، طبعا أصفار تروح مع الأصفار، دينا 6 ريال، دينا 6 ريال. اشترت هند فطيرتين وقسمت كل فطيرة إلى 3 قطع. فأكلت واحدة ووزعت، يعني لما عندها فطرتين قسمتها إلى ثلاثية مرسيدس، دي كمان ثلاثية يا جماعة مرسيدس. أكلت واحدة، أكلت جزء، تمام كده، بقى عندها كام جزء؟ هنا ثلاثة وهنا اثنين، الباقي كله خمسة. ما الجامعة تقلصت ميزانيتها آخر عام يا شباب؟ زي نزلت راحت عندك كده الأورنج ده يا شباب، الأورنج بيزيد بيزيد ثم تناقص هنا في الآخر، آخر عام بيتناقص، إنما الأزرق مثلا بيزيد، الأصفر بيزيد، وهكذا كله، إلا الجامعة دي، الأورنج اللي هو عندك مين؟ الأورنج اللي هو جامعة الملك فيصل، أختار يا جماعة جامعة الملك فيصل، رقم ألف. والسلام عليكم.